20 فوز مصري مقابل 12 اهلاوي والهدف الاول الهدف الاول للاهلاوي 1-0 خلصها ياسر ابراهيم ياسر 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 الاهلي قوي ياسر خلاص يضغط الان فتره من فريق سان داونز بالراس خطيره وهدف التعادل هدف التعادل الماميلو دي سان داونز نصف ساعه نوع من الاسترخاء نوع من الاستسهال بعد الهدف نصف ساعة 1-0 فما نوع من التراجع على المستوى الذهني النادي الأهلي عثمان ديمبلي العرضية والمحاولة جريزمان التسديدة يا سلام كورة رائعة 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 يا جريزمان والعزاء أنها وداعية ويهرب وحده التسويب والهدف الاول زلزال 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 اوسكار بلانو اوسكار بلانو الاراده وحب كوريا يعدي الارجنتيني فيها جول فيها جول فيها جول زلزال عاصمي في خوزي زوريا بالذات اتلتيكو مدريد يريد التتويج يا ناس في قلب بلد الوليد الجول كرة البطولة كرة البطولة فيها جول فيها جول فيها جول اتلتيكو مدريد يريد التتويج في قلب بلد الوليد هيا عيد هيا عيد غير ما بينو بابا 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 جول بينو جول بينو جول بينو جول وجول هنالك الاتليتيكو خاسر وهنا الريال خاسر امام فياريال خطيره خطيره كره كريم بنزيما استلم كريم ويا جول كريم وجول هدف التعديل يا سلام الحانت اللحظات التي قلت لكم عنها بان امرا ما فيها سيحزم والتوزيع خطيره وخطيره وجول خطيره وجول الهدف الثاني الان الهدف الثاني الان السسبنس يعود البلد الوليد قد يفعلها بالاتليتيكو ويمنح الله محمد وناجم سريع وناجم عملها حلوه خلاص 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 خلصها خلصها وليد الجارتي امامنا هنا في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع الوداد امامنا هنا القلعه الحمراء وداد الامه بعزيمه واراده وليد الجارتي يصنع النجم بعدما كان سجل وليد الجارتي الترجي يرجع من بعيد بهدف الجزائري بنغيث الترجي سجل والهدف الان هو نقطة العودة شوفوا الإعادة مرة أولى العارضة مرة ثانية كنترول وبعدها كورة أرسلها بالسكة في المرمى واحد سايود 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 من برا الكرة كورة الأولى ضايعة سايود يضيع الأولى ضايعة لبن وزداد في انتظار الركلة الأولى للترجي يتقدم يتقدم الكرة بالشبكة يضع كرة في منتصف المرمى الأسبقية للترجي بالي محمد علي بن رمضان خالد القاسمي كرة بالشبكة على يسار فاروق هو الثاني بالشبكة يسجل القاسمي قاسمي يشجع توفيق يتقدم أنيس البدر الكرة بالشبكة
على يسار توفيق مساوي والثاني بالشبكة. ترجي يتقدم 2-1 على بلوزداد. براوي زكريا براوي براوي سجل براوي على يسار فاروق والثالثة بالشبكة. بالتا ثابة نير اثنين هل يسجل غيلان غيلان يضيع كرة في القايم الثالثة ضايعة غيلان في القايم والتعادل الآن 2-2 2-2 كون جرار جرار يتقدم جرار والحارس فاروق فاروق يتصدى للركلة الرابعة ضايعة والتصدي من جانب فاروق فاروق للمرة الثالثة بنغيت السجل والكرة بالشبكة والدرجة ثلاثة بالوزداد اثنين عبر بنغيت يضع كرة على يمين الحارس توفيق في انتظار الركلة الخامسة نساخ تصدى فاروق والترجي بالسيمي فاينل فاروق يتصدى للركلة الترجي يتأهل على حساب الوزداد الجزائري في مباراة جمعت بين ثنائي مغاربي. Ne nous emballons pas trop vite.